هل يكون حيواننا السري الغرير ذو الأنف الخنزيري يا ترى؟ فهو يتميز أيضا بوجه غريب وبأنف يشبه أنف الخنزير، يستخدمه في حفر طبقة الأرض الرقيقة لأكل الديدان والحشرات. لكن الغرير هذا يعيش على الأرض، وقد قلنا إن الحيوان السري يستطيع التسلق. إذن نضيف إليكم معلومة أخرى، الحيوان السري يعيش في غابات الخيزران.